نستضيف بقناة الفجر عميد فريق جميع أصدقاء مارتين كرة القدم داخل القاعة. منكم بعد الفوز الساحق في هذه المباراة برسم الدور 20 زوج كذلك المنتخب الوطني بكأس أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي. وكما تشاهد حافظ كانت مقابلة صعبة وهذا الفوز هذا كنهديو للجمهور اللي جاي يتفرج فينا ويتبعنا دائما وكنهديو لهم ثلاثة نقاط والحمد لله استطعنا نحققوا النتيجة اللي كنا طامحين ليها مجهودات المكتب المسير والمدرب سي إلياس وكنهنيو المنتخب الوطني المغربي على تتويج كأس إفريقيا للمناسبة الثالثة على التوالي نتيجة مجهودات كبيرة من الإطار الوطني وشكرا للاستضافة. شي كلمة أخيرة تقولها جمهور مارتين ولا شي رسالة تقولها؟ كلمة أخيرة كنشكر الجماهير كاملة اللي كتجي تساندنا من مدينة مارتين وهذا العام ما قدرناش نحققوا الصعود العام اللي ماجي إن شاء الله غنلعبوا على المركز الأول باش نطلعوا القسم الوطني الأول إن شاء الله. شكرا.